أهلا بيكم أحبائنا المشاهدين في كل مكان في العالم كله وحلقة جديدة ما تيجي نفهم أه الحقيقة هنتكلم احنا اتكلمنا في الحلقتين اللي فاتت على علامات المجيء الثاني وكانت عبارة عن تجميع لكل العلامات اللي لما تخلص لما كل العلامات دي تخلص في العالم يبدأ أحداث للمجيء الثاني هذه العلامات, العلامات ممكن تاخد آلاف السنين ألف ألفين ثلاثة أكتر محدش يعلم ما هو عدد هذه السنين التي تتم فيها هذه العلامات وجمعناهم في حلقتين بنعمة المسيح هنتكلم في حلقتنا دلوقتي عن أحداث المجيء الثاني يعني لما تتم علامات المجيء الثاني كلها اللي اتكلمت عنها في الحلقتين اللي فاتوا هنبدأ في أحداث المجيء الثاني أحداث المجيء الثاني هي أحداث هتبدأ تحصل تكاد تكون متتالية مش هتحتاج آلاف السنين ولا مئات السنين، ميبي أقل ممكن أكتر ممكن أيام ممكن ثواني ممكن لحظات، محدش يعلم، ولكن برضو قصدت إن أنا أجمعهم في حلقة واحدة لوحدها، والحقيقة التجميع ده كان تجميع أبونا بشوي حلمي في هذا التجميع وهذه الاحداث هتبقى احداث تكاد تكون متتاليه بالشكل ده يعني الاولى بعدها الثانيه بعدها الثالثه وهكذا مش زي العلامات ممكن يحصل تداخل زمني في العلامات. تعالوا نشوف مع بعض الاحداث بتاعه المجيء الثاني اللي هي لما تتم العلامات كلها بتاعه المجيء الثاني نبدا في الاحداث. اول حدث في المجيء الثاني هو الدمار الكوني وزوال هذا العالم الحاضر. نبص نلاقي بعد اكتمال ايام الضيقه العظيمه هيبقى في ضيقه عظيمه بعدها هيحصل دمار كوني وبعدها يجي المسيح. طب تعالوا نشوف الكتاب قال ايه عن الجزء ده. اول حاجه بيقولوا وللوقت بعد ضيق تلك الايام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع دي موجوده في متى 24 29 وفي مرقص 13 24 و25 يبقى هيحصل دمار كوني للعالم بحيث ان الشمس والقمر والنجوم هتبدا تظلم تمام؟ واتكلم عنها كمان معلمنا لوقا في انجيله في اصحاح 21 ايه 25 و 26 بيقول وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم يعني العلامات بدات تبقى موجوده اسف الاحداث تبدا بقى في الشمس والقمر والنجوم وعلى الارض قرب امم بحيره يعني ال 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 الامم اللي هتبقى موجوده على الارض هيبقى عندها زي قرب كده او حاله قلق البحر والامواج تضج والناس يغشى عليهم من خوف وانتظار ما ياتي على المسكونة لأن قوات السماوات تتزعزع، نفس القول اللي أنا قلته في الشاهد اللي فات يعني الشمس هتظلم والقمر هيظلم والنجوم هتقع الدنيا هتبقى تكاد تكون ظلمة ضلمه. طب تعالوا أنا كمان نشوف بطرس الرسول في رسالته الثانية إصحاح 3 آية 7 وإصحاح 10 آية 13. بيقول وأما السماوات والأرض الكائنة فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها السماوات والأرض هي يعني قاعدة بكلمة ربنا لحد محفوظة للنور للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار ولكن سيأتي قلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بدقيق يعني كده في تعليم بأن السماوات هتزول وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها تخيلوا الحته دي زي بالظبط قنبله نوويه هتدمر ال الكون كله ده انجاز التعبير لان هو بيقول تنحل العناصر محترقه معلمنا بطرس الرسول قال كده وتحترق الارض والمصنوعات التي فيها فبما ان هذه كلها تنحل اي اناس يجب ان تكونوا انتم في سيره مقدسه وتقوى خليكم انتم في في يعني مقدسين وفي تقوى ما تقلقوش من الحاجات دي كلها اللي هتحصل منتظرين وطالبين سرعه مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبه بيأكد تاني ان السماوات هتنحل ملتهبه يعني زي انفجار كامل هيحصل في الوقت ده والعناصر محترقه تذوب ولكننا اللي يطمننا بحسب وعده احنا وانتو المؤمنين آه ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر تمام؟ التعليم بزوال السماوات في نهاية العالم موجود كتير في أماكن كتيرة في الكتاب المقدس تعالوا نشوف آه في المزمور 102 آية 25 و 26 قالوا إيه ونفس الوقت العبرانيين 1 آية 11 قالوا نفس الكلام من قدم أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك أنت أسست الأرض من القديم ولكن هي تبيد وانت تبقى وكلها كثوب تبلى كرداء تغيرنا فتتغير يعني كلها في هيجي يوم في من الايام زي السوب كده ما تنفضه كده يبلى معايا آه كمان أشعية في اصحاح 51 ايه 6 قال ارفعوا الى السماوات عيونكم وانظروا الى الارض من تحت فان السماوات كالدخان تضمحل والارض كالثوب تبلى نفس الكلام اللي احنا قلناه في الشاهد اللي فات. اه كمان بيقول اه فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل دي موجودة في متى 5 18 وكمان قال الحق أقول لكم السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول دي موجودة في متى 24 34 35 وفي مرقص 13 30 31 وفي لوقا 21 آية 32 و33 شواهد كتيرة كلها بتؤكد إن الأرض في الآخر هتضمحل لكن كلمة ربنا الكتاب المقدس مفيش ولا كلمة من الكتاب ده هتضمحل. إيه كمان معلمنا بولس قال في الكرونسوس الأولى إصحاح 7 آية 31 لأن هيئة هذا العالم تزول. بيؤكد إن العالم ده خلي بالكم بولس كتب سنة 67 ميلادية. من حوالي 2000 سنه وبيؤكد ان العالم ده هيزول تمام؟ دي اول علامه او ده اول حدث هيحصل دمار كوني وزوال هذا العالم الحاضر. تاني حدث اللي هو هيبقى بعده على طول ظهور علامه ابن الانسان في السماء ونواح جميع قبائل الارض. ايه اللي هيحصل بالظبط؟ بصوا آه بعد ما هتظلم الشمس والقمر والنجوم وتتزعزع الدنيا بقت ضلمة وبقى في ضلمة في الكون كله هيحصل ايه حينئذ تظهر علامة ابن الانسان في السماء وحينئذ تنوح جميع قبائل الارض دي موجودة في متى 24 آية 30 يعني فجأة الشمس ضلمت والنور والقمر ما بقاش موجود والدنيا بقت ضلمة خالص فتبدأ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء اول ما تظهر علامه ابن الانسان وجميع الاباء بتاعه كنيستنا الأرثوذكسية اكدوا ان غالبا علامه ابن الانسان دي هي علامه الصليب هي العلامه اللي هتفرحنا كلنا اللي احنا بنبقى مستنيينها فطبعا طبيعي احنا زي ما بنشوف كده العذراء والقديسين و... و... ومعجزاتهم الحلوه اول ما بيظهر نجوم في السماء او علامه الصليب في السماء او العذراء بتظهر في السماء طبيعي احنا كلنا بنفرح وبنهلل وبنسبح طب الناس اللي مش مؤمنه هيعملوا ايه؟ هنا بيقول تنوح جميع قبائل الارض. ده الحدث الثاني، الحدث الثالث بصوا، الحدث الثالث بقى يبقى الشمس تظلم والقمر والحاجات دي كلها، بعد كده تظهر علامه ابن الانسان اللي هي علامه الصليب وسط الضلمه بتاعت العالم كله، الحدث الثالث هتاف رئيس الملائكه ثم بوق الله ثم البوق الاخير مصحوبا بنداء ابن الله. تعالوا نشوف مع بعض هنبص نلاقي بعد ما تظهر علامة الصليب في السماء هنلاقي لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة بهتاف بصوت رئيس ملائكة غالبا بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوك الله سوف ينزل من السماء. دي موجودة في تسالونيك الأولى اصحاح أربعة آية 16. آه كمان هو هذا سر أقول لكم لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظه في طرف عين عند البوق الاخير ده البوق الاخير اللي هو الحدث الثالث من العلامه الثانيه من الحدث الثاني اللي هيحصل فانه سيبوق فيقام الامواد عديم الفساد ونحن نتغير دي في كورنثوس الاولى 15 51 و52 آه كمان قال السيد المسيح تاتي ساعه فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته يعني هيبقى في صوت الله كمان مع الحاجات دي كلها فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامه الحياه والذين عملوا السيئات الى قيامه الدينونه دي في يوحنا 5 28 و 29 يبقى ده الحدث الثاني الحدث الثالث الحدث الاول ظلام الشمس والقمر والنجوم الحدث الثاني البوق بتاع رئيس الملائكه والتبويق في ونداء ابن الله الحدث الثالث ظهور ابن الانسان اتيا على سحاب السماء بقوه ومجد كثير بعد ما تبان علامه ابن الانسان ويبوقوا ان الله جاي صوت عالي كده الله جاي الله جاي نبص نلاقي السيد المسيح يجي بنفسه على السحاب بيقول كده ويبصرون ابن الانسان اتيا على سحاب السماء بقوه ومجد كثير دي موجوده في متى 24 30 وفي مرقس 13 26 ولقى 21 27 وبيقول كمان هوذا ياتي مع السحاب وستنظر كل عين والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الارض دي في رؤيا واحد ايه سبعه وكمان وياتي معه في مجده جميع الملائكه والقديسين، دي في متى 25 و 31، هنبص نلاقي السيد المسيح جاي على السحاب بمجد مع القديسين علشان مع الملائكه علشان ياخد القديسين اللي موجودين على الارض. الحقيقه مجيء السيد المسيح على السحاب ده مش حاجه جديده، احنا شفنا لما كان الله بيتراءى الموسى على السحاب كان بيتراءى ليه في السحاب. في سفر الخروج وكمان معلمنا في سليمان لما اتبنى الهيكل بتاع سليمان لما جه يدشنه الله بنفسه هو اللي دشنه انه طراه كده زي عمود سحاب او زي سحابة في الهيكل فالتعليم بحضور الالهي او الحضور الالهي في السحاب ده احنا متعودين عليه في كنيستنا الارثوذكسيه واحنا كمان لما بنلاقي ابونا بيبخر في الهيكل وفي الكنيسه نبص نلاقي الكنيسة كلها اتملت بالسحاب نتذكر ان خلاص الله بقى موجود ونتذكر حضور الله ابدأ بقى قدم صلواتك وغمض عينيك كده وتذكر ان الله بقى موجود وابدأ اتكلم معي الحدث اللي بعد كده الحدث الخامس قيامة الاموات وتغيير الاحياء واختطاف المؤمنين هيحصل ايه بصوا هقولها لكم وناخد الشاهد بعد كده هيحصل ان الـ 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 الناس الميتين كلهم هيقوموا اه سواء كويسين أو وحشين الكويسين من الأموات مع الكويسين الأحياء لو إحنا كنا أحياء في الوقت ده هنختطف مع الله على السحاب ويتبقى مين الاشرار يبقى تاني اه تاني عيدها الأموات كلهم هيقوموا والأموات اللي قاموا دول كلهم هتتغير أجسادهم في لحظة في طرفة عين لاجساد نورانية يعني بدل ما هو جسد لحمي كده هيبقى زي جسد المسيح بتاع القيامة اجساد روحانية او نورانية. الجسد ده يحق ليه ان هو لما يجي الم... لما يجي المسيح على السحاب يخطف المسيح الناس دول الكويسين ياخدهم معاه السحاب فيطيروا ويلتقوا معاه على السحاب وياخدهم معاه الى ملكوته. و... ويتبقى الاشرار هنقول هيحصل ايه بعد كده. إيه اننا نحن الكتاب بيقول اننا نحن الاحياء الباقين الى مجيء الرب لا نسبق الراكضين احنا مش هنسبق الاموات لان الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملايكه غالبا الملاك سوريال هو اللي هيبقى بالبوق بتاعه وبوق الله سوف ينزل من السماء والاموات في المسيح سيقومون الاموات هيقوموا اولا زي ما قال الكتاب اهو ثم نحن الاحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحاب لملاقاه الله في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الله دي في تسالونيكي الاولى اصحاح 4 ايه 15 لحد 17 كمان بيقول معلمنا بولس الرسول هو ذا سر اقول لكم لا نرقد كلنا مش كلنا هنموت ولكننا كلنا نتغير في لحظه في طرفه عين عند البوق الأخير فإنه سيبوق فيقام الأموات عديم الفساد ونحن نتغير لأن هذا الفاسد الجسد الفاسد ده لابد أن يلبس عدم فساد وه... وهذا المائت يلبس عدم موت دي في كورنثوس الأولى 15 آية 51 و 53 ويقول السيد المسيح أنه هيبعد بعد كده ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختريه من الأربع رياح من اقصاء السموات الى اقصائها دي في متى 24 و 31 وفي مرقس 13 و 27 بعد ما خلاص الناس الابرار طلعوا السماء وبقوا مع المسيح يتبقى الاشرار ده الحدث السادس ارتعاد, ارتعاد الاشرار او ان هم يقعدوا ينوح الاشرار ومحاولتهم الاختفاء من غضب الله وده قال عنها الكتاب ستنظره كل عين والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الارض دي في رؤيه واحد ايه سبعه خلاص بقى هم موجودين لوحدهم ممكن يكون اب وام والاولاد اتاخد مثلا الاب والام وولد واتبقى اتنين فدول قعدوا لوحدهم فهموا ان خلاص ده احنا عشان اعمالنا وحشه بقينا موجودين وحينئذ يبتدئون يقولون للجبال اسقطي علينا وللاكام غطينا دي في 23 ايه 30 اخر حدث اكتمال الدمار الكوني يبدا بقى آه الدمار الكوني آه للكون آه قال عنها معلمنا ارميا النبي نظرت الى الارض واذا هي خربه وخاليه والى السماوات فلا نور لها ولو كملتوا الشاهد هيعجبكم قوي ده في ارميا 4 ايه 23 انا كده جمعت ليكم بنعمه المسيح آه ثلاث حلقات جمعنا فيهم حلقتين لعلامات المجيء الثاني كلها كل العلامات الموجودة في الكتاب المقدس وحلقة للأحداث اللي هي مجرد ما تخلص العلامات الموجودة دي نشوف الحدث بتاع مجيء المسيح في سبع نقاط واحد اثنين ثلاثة اربعة ممكن يكونوا دول في ثواني ممكن يكونوا في دقايق ممكن يكونوا في ساعات ممكن يكونوا في أيام لكنهم مش هياخدوا سنين زي علامات المجيء الثاني الله قادر انه يدينا ان احنا نكون معاه في ملكوته ونتمتع بالتسبيح معه لإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد آمين